كلمة معالي الأستاذ محمد ريكان الحلبوسي رئيس الاتحاد البرلماني، رئيس المؤتمر، رئيس مجلس النواب في جمهورية العراق الشقيق، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب السيادة والمعالي والسعادة، رؤساء البرلمانات والوفود العربية، معالي رئيس البرلمان العربي، معالي رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، معالي رئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط المحترمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمحوا لي في البدء أن أتقدم إليكم بالشكر الجزيل على دعمكم في أن يكون المؤتمر 34 للاتحاد البرلماني العربي برئاسة العراق. كما أود أن أرحب بكم باسم الشعب العراقي من أقصى جبال كردستان إلى بصرة الخليج، ثغر الوطن الباسم، وأنتم بين أهلكم وإخوانكم في بغداد العروبة والسلام والتضامن الأخوي، وأن أحيي هذا الجمع الكريم من أشقائنا العرب رؤساء البرلمانات والوفود العربية الذين يحطون رحالهم في بغداد اليوم بعد مضي نحو 40 عاماً على آخر استضافة لهذا المؤتمر في بغداد. أصحاب المعالي السادة الرؤساء، تشكل هذه القمة البرلمانية خطوة مهمة في سبيل تعزيز العلاقات الوثيقة بين بلداننا الشقيقة وتحديث أدواتها ووسائلها وتحويل النظر في جداولها وخططها إلى عملي في ميدانها. كما نقدر عالياً الشعار الذي تحمله هذه الدورة بخصوص دعم العراق، مؤمنين إن النوايا والقلوب لأشقائنا أشد بلاغة وتعبيرا من كل ما قيل وسيقال بهذا الخصوص، وهذا ما نتطلع له الآن ولاحقا، ونعي أهمية هذه المساندة العربية في المضي قدما لعراق آمن وشرق أوسط مستقر ووطن عربي ينمو ويتقدم بموازاة حاجات العصر ومتطلبات المرحلة الحالية والمقبلة. كما ننتظر أعمال المؤتمر 34 الكثير من المخرجات في نقاشاته وطروحاته لقضايا الأمة العربية ومستجدات الساحتين الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والمهم والعاجل. أصحاب المعالي، لقد آن الأوان للبيت العربي أن يوحد الجهود وينبذ الخلافات الجانبية للوقوف أمام التحديات الراهنة دولياً وإقليمياً من خلال صياغة استراتيجية شاملة وواقعية تجاه المشكلات العالقة منذ فترة طويلة. فالعالم اليوم يمر بظروف صعبة للغاية تتطلب عملاً تشاركياً وجهوداً استثنائية وتكثيفاً للمساعي الرامية إلى تحقيق الاستقرار والأمن. في مقدمة تلك القضايا قضية الأمن الغذائي التي بحثناها في اللقاء البرلماني العربي في القاهرة، وما يترتب على الجميع من الخطط المعروضة من جهود حكومية لتنفيذها على أرض الواقع. سيدات والسادة الكرام، في هذا المحفل نعبر عن رفضنا لاعتداءات قوات الاحتلال الصهيوني وتجاهله لكل القيم والمبادئ الإنسانية بحق الأشقاء الفلسطينيين، ونكرر تأكيدنا اليوم على موقفنا الثابت والمبدئي من القضية الفلسطينية. ومهما مر الوقت وتغيرت الظروف الدولية، فإننا ننطلق من رؤية وإيمان راسخ بأحقية إخواننا الفلسطينيين بإقامة دولتهم الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. وفي هذا السياق أيضاً نعبر جميعاً عن رفضنا القاطع للإساءة للأديان والكتب السماوية، ولا سيما المحاولات المتكررة التي حاولت وتحاول أن تعتدي على القرآن الكريم وقدسيته، وفي الوقت الذي ندعو فيه لاحترام الأديان والمقدسات بجميع تنوعاتها. أيها الأخوة والأخوات، لقد مر الأشقاء في سوريا في الأيام الأخيرة بظروف صعبة أثر الزلزال المدمر الذي ضرب مدناً عزيزة وغالية من أرجاء البلاد وأوقع أضراراً بالغة بالأرواح والممتلكات. وكل ذلك يلزمنا جميعاً بالسعي والاستمرار في واجب المساندة والدعم إلى حين انجلاء تداعيات الأزمة وآثارها الصعبة. ونحن ندعو اليوم إلى تبني الدول العربية على كافة المستويات البرلمانية والحكومية
قراراً بعودة سوريا إلى محيطها العربي وإلى ممارسة دورها العربي والإقليمي والدولي بشكل فاعل، والعمل الجاد لاستقرار هذا البلد العربي الشقيق، وعادة تأهيل بناها التحتية، وعودة أشقائنا السوريين الذين هجرتهم الحرب إلى ديارهم وبلادهم معززين مكرمين. وفي الختام أجدد الترحيب بكم وبالوفود المرافقة لكم باسمي ونيابة عن جميع ممثلي الشعب في مجلس النواب العراقي، متمنين لكم طيب المقام بين أهلكم وفي بلدكم الثاني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.